السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية معالي الوزير الدكتور أحمد المبارقع وبإشراف مدير عام دائرة الرعاية العلمية المهندس أحمد سعد العلوي، تقيم دائرة الرعاية العلمية الورشة الإلكترونية الافتراضية الخاصة باختبارات الذكاء. هذه الورشة تقدمها الست رغد عادل من دائرة الرعاية العلمية. أهلا وسهلا بكم. ننوه بأن رابط الحضور عبر شات المنصة قبل نهاية المحاضرة. تفضلي ست رغد، المنصة إليك. شكرا جزيلا ست رنا. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح نشرح اسئلة اختبار الذكاء الحضوري الخامس، يعني اللي هو كان بتاريخ 13/7، بناء على طلب اولياء الامور، بناء على طلب الطلاب اللي اختبروا، وقالوا احنا نريد نشوف الاسئلة مال محافظة بغداد، ونريد تقولون شلون انحلت وشنو الاستراتيجية اللي اعتمدتوها انتو بالحل. فبناء على طلبكم، بناء على رغباتكم، انه سوينا هاي الورشة اللي هي عبارة عن حل اسئلة اختبار الذكاء الحضوري الخامس اللي هو بتاريخ 13/7. اوكي، لان احنا ذاك الاختبار اللي عدش قد كان بتاريخ 20/7، سوري، بتاريخ 20/7. فكان عندنا اول سؤال يقول نقود بضاعة. احنا اتفقنا بالبداية، خلينا نحكي، قلنا عبارة عن محاور الذكاء هي خمسة: عندنا لفظي، عندنا منطقي، عندنا عدد مفقود، عندنا متسلسلات، عندنا اشكال هندسية. اوكي، فكان هذا السؤال من ضمن المحور مال اللي هو اللفظي. نقود بضاعة يعني شنو؟ انا عندي نقود وبضاعة، يعني انا السبب انه اشتريت البضاعة صار كان عندي نقود. فياهو من هذول الاختيارات الجوة اللي هي نفس السبب، أو إنه هو نفس العلاقة مال نقود بضاعة. عندنا مفتاح مقبض، تذكرة سفر، خشب منقار، دفتر قلم. سبب السفر مالتي إنه أنا عندي تذكرة سفر، فالخيار رقم باء هي الإجابة الصحيحة. إذا تريدون تاخذون هالسكرين، فانه قدامكم هسه حاليا راح اعطيكم 30 ثانيه حتى تسووها سكرين. فهاي يسموها شنو؟ هاي يسموها علاقه سببيه، ماشي؟ انه اني سبب اشتريت البضاعه انه انا عندي نقود، وسبب السفر مالتي انه انا عندي تذكره سفر. اوكي، نجي هسه في تحدي العمارات المرتفعه. غادر محمد مكتبه فصعد 8 ادوار، ثم هبط 10 أدوار، ثم صعد ضعف الدور الذي أصبح فيه ليجد نفسه في الدور 44، يعني في الطابق 44. في أي دور يقع مكتب محمد؟ أوكي، هسه هنا في إحدى العمارات المرتفعة، زين، غادر محمد مكتبه فصعد شقد؟ 8 أدوار، ثم هبط شقد؟ 10، ثم صعد مرة ثانية ضعف الدور اللي هو كان بيه ليجد نفسه في الدور 44. في أي دور يقع مكتب محمد؟ عندنا خيارات 24، 26، جيم اللي هو 28، دال اللي هو 30. هسه شو نسوي بهيجي؟ من قلنا نشوف هيجي السؤال هذا يعتبر أسئلة، شو يسموها؟ يسموها أسئلة منطقية، يعني هاي ما بها أي قانون، ما بها أي فد شي، بس مجرد إنه أنت تشوف بالمنطق شلون راح تحل هذا السؤال. فنيجي نستعمل الطريقة اللي هي اسمها التجربة، اللي هي أسرع طريقة ممكنة. نيجي نجرب الخيارات على هاي المعادلة اللي هو ناطينها، ونشوف منو اللي راح يجد نفسه بالدور 44. يعني نيجي هسه أنا أخذ الخيار رقم ألف اللي هو 24. إيش قال لي؟ قال لي صعد، هيا هذا شوفوا، ناخذ العبارة من البداية. في إحدى العمارات المرتفعة غادر محمد مكتبه فصعد 8 أدوار، فش اسوي هذا الخيار؟ اجي اجرب اقول عليه زائد 8 ناقص، لانه شنو؟ ثم هبط 10 ادوار، اذا ناقص 10. خلينا نشوف ايش قد راح يطلع عندنا الناتج. 24 زائد 8 ايش قد يساوي؟ 32، مو صح؟ حلو وياي، 32 ناقص 10 ايش قد؟ 22. 22 هنا لو ثم صعد ضعف الدور اللي هو كان بي، يعني ضعف الطابق اللي هو كان بي، هو كان هنا بالطابق 22، في الضعف يعني شنو؟ في 2، فيساوينا 44، يعني في الطابق 44 اللي هو هيات الإجابة الصحيحة، ليجد نفسه في الطابق أو في الدور 44. يعني مكتب محمد وين؟
بالطابق 44. إذا تردون مرة ثانية شوفوا، إحنا راح ناخذ قلنا راح نستعمل طريقة التجريب. أول خيار اللي هو 24، فإحنا نقول 24 صعد شقد؟ 8 أدوار، يعني زائد 8. شقد عندنا؟ عندنا 32. نزل شقد أو هبط أو نزل 10 أدوار، يعني ناقص 10. شقد حيصير عندنا؟ حيصير عندنا 22. يقول لي ثم صعد ضعف الطابق اللي هو كان بيه، هو كان بالطابق 22، ضعف شقد؟ 44، ليجد نفسه في الطابق 44. شفتوا شلون سهل؟ من اجينا احنا حلينا بطريقة التجريب اللي هي اغلب الاسئلة المنطقية احنا نعتمد عليها. اوكي، فش نقول؟ نقول انه احنا عندنا بالطابق 4، يعني اخذنا الخيار مال 24، ماشي، اخذنا الخيار مال 24 وجربنا عليه، صعدنا 8 ادوار يعني 8 طوابق، بعدين نزلنا 10، وبعدين قلنا بالطابق اللي هسه انت بيه ضاعف الحجم. يعني شنو اضاعف؟ يعني فيه 2 حتى يصير يشوف نفسه في الطابق 44. تقول سكرين اذا تردون. ماشي، في احدى العمارات، هاي احدى مو تحدي، في احدى العمارات المرتفعة غادر محمد مكتبه فصعد 8. هاي يعني رسم فكرته، اخذ الخيارات واجرب عليها. تريدون نجرب بال26؟ خلينا نجرب، بس هذا هو احنا اول خيار حطينا لكم اياه على مود سالفة الوقت. ماشي، نفرض خلينا ناخذ الخيار 26، نفرض احنا اول خيار كان عندنا شنو؟ كان 26 مو 24، ف26 زائد شنو؟ 8. ايش قد حيصير عندنا؟ حيصير عندنا 34. بعدين قلنا هبط ايش قد؟ هبط 10، يعني 10 طوابق، فايش قد الناتج هنا؟ 24. 24 في 2 ويساوي لنا 48. هل انه هو حاليا بالطابق 48؟ لا، فالاجابة تكون ما 26 خطأ، وكذلك ل 28 خطأ، وكذلك ل 30 خطأ. ماشي، الإجابة الصحيحة هي 24. نجي على هذا السؤال. هذا السؤال عبارة عن عدد مفقود، أوكي، بس بيفت طريقة معينة وبيفت طريقة حل شوية خارجة عن المألوف، مو من العادة اللي أنتم متعودين عليها، اللي هي عبارة عن علاقة ونمشي بها على السياق كله. بس احنا شو اتفقنا؟ قلنا من نباوع على هيك ارقام دائما تجي ببالنا ناقص زائد تربيع تقسيم 2 في 2. خلينا نشوف فكرة هذا السؤال شنو. هذا اول شيء خلينا نتفق انه احنا راح نتعامل ويا صفوف بالخط الافقي، مو طريقة عمودية، لا، عندنا بطريقة افقية. نشوف الثلاثة صارت شنو عندي هنا؟ صارت عندي 2، يعني شنو عانت من شنو؟ يعني نقصان، فنكتب عليها ناقص 1. الاثنين شلون تصير 4؟ زائد 2، سويناها زائد 2. الأربعة شلون صارت 5؟ زائد 1. أوكي، هاي أول وحدة عندنا. نيجي على الثانية، 8 وشنو عندنا؟ 6. الثمانية شلون صارت 6؟ تنقصت 2. 6 شلون صارت 7؟ زائد 1. 7 شلون صارت 9؟ زائد 2. بس اريدكم هسه تباعون، هنا أنا ماينس، يعني هنا أنا سالب، هنا أنا موجب، نفس العدد اللي دا يصير وين؟ بالاطراف. هذا هنا زائد 2، هنا سالب 2. اوكي، يعني انا يمكن بلشت اعرف وحاط علامة استفهام، ما اقدر ابلش. 6 وهنا 2، يعني شنو؟ عانت من نقصان، يعني هنا 6 شلون صارت 2؟ فنقول ناقص 4. وهنا الأربعة شلون صارت 8؟ زائد 4. والعلاقة بين الاثنين والأربعة اللي هي زائد 2. افتهمتوها؟ يعني هسه عندنا هنا ناقص 1، يعني 3 شلون صارت 2؟ أكيد 3 ناقص 1 يساوي 2. الأربعة شلون صارت 5؟ 4 زائد 4 زائد 1 اللي هي 5. الثمانية ويا 6 شقد صارت هنا؟ صارت عندنا ناقص 2.
والست طبعا شلون تصير 9 زائد 2؟ الستة شلون تصير 4 ناقص 4؟ والأربعة شلون تصير 8 زائد 4؟ يعني ايش عرفنا؟ عرفنا العلاقة اللي بين الأطراف دا تكون هي نفس الرقم، بس مرة دا تكون بالموجب أو مرة دا تكون بالزائد ومرة دا تكون بالناقص. نجي هسه على الـ5، شلون صارت 4؟ اتنقصت 1، صح لو غلط؟ الـ5 شلون صارت 4؟ نقصناها 1. زين، هنا يا رقم اجي اجمعه، يا رقم اجي اجمعه بالواحد حتى ينطيني 1، لان هنا احنا ايش قلنا؟ قلنا مرة هنا راح تكون عندنا سالب، اذا هنا القيمة، هاي القيمة ايش قد اني اجي احطها حتى يطلع لي الناتج، يعني صار 1، يعني اني يا رقم زيدته حتى صار عندي 1، فهو الرقم 0. فالإجابة الصحيحة هي رقم 0. تريدوني عادي؟ لو لا، هسه أني راح أعيد لكم إياه، بس بطريقة هالمرة صرنا المفروض نعرفها أكثر. شوفوا، كل علاقة بين هنا وبين هنا هو نفس الرقم بس دا تختلف بالإشارة. هذا وهذا نفسه بس يختلفون بالإشارة، هذا وهذا نفسه بس يختلفون بالإشارة، هذا وهذا. زين، اللي أنا عندي دا أكلها بالجهة اليمين، الرقمين هو نفس الرقمين اللي بالجهة اليسرى بس يختلفون بالإشارة، هذا هيج وعندنا هذا هيج، لأن هنا مرة قلنا ناقص 4، هنا عندنا زائد 4، هنا عندنا ناقص 2، هنا زائد 2، هنا ناقص 1 زائد 1. أوكي، فعرفنا هنا بما أنه هو دا يقول لي عندك أنت 1، نيجي على هذا، يا رقم اجي ازيده حتى يطلع لي 1، فهو الرقم شنو؟ 0. نيجي هسه على شكل هندسي، هاي احلى الاسئله اللي ممكن تمر علينا باختبار الذكاء. ليش؟ لان هي فكرتها بسيطه، فكرتها تحسها انه هي الريست مال نص الاختبار، يعني نص الـ20 دقيقه انت تحتاجك في الريست تنشط بيه عقلك فتاخذ الاشكال الهندسيه. خلي نباوع، أباوع هذا سهم عندي صعد فوق، أوكي؟ هذا سهمين صعدوا فوق، هاي 3 أسهم شبيهة صعدت فوق، فهسه بديهيا شو أشوف؟ لازم عندي 4 أسهم تصعد فوق، لأنه هي دا تزيد زائد كل مرة زائد 1 1 1 1، أوكي؟ فهسه صارت عندي شنو؟ 4 أسهم صعدت فوق. ماشي، 4 أسهم صعدت فوق، هذا بدال علامة الاستفهام. نيجي على هذا، راح شنو؟ أفقي باتجاه اليمين، زين، وهنا نزل يعني فوق بجهة اليمين، هنا جوه بس بجهة اليسرى، هنا فوق بجهة اليمين، إذا هنا شنو؟ عندنا جوه بس بجهة اليسرى، ياهو من ذولي هو الحال؟ خلي أشوف، أنت لا مو انت، ليش؟ لانه انت صعد فوق، انت المفروض هسه السهم الافقي لازم ينزل جوا. خلي اشيل لكم الشخابيط حتى تباعوها. زين، نجي هذا ايش قد؟ 1. هاي هنا ايش قد؟ 2 اسهم صعدت فوق. هاي ايش قد؟ هنا 3 اسهم صعدت فوق. لازم هنا شنو؟ 4 اسهم. اشوف منو 4 اسهم؟ انت، اي انت 4 اسهم صعدت فوق، اذا انت يجوز صح. زين، انت هم حاط لي هنا 4 أسهم، بس انت هنا اللي بالأخير ليش صعدت؟ بس يعني هم نحط عليه نص صح، نقول له إيه لو لا. زين، 1 2 3 4، هم هذا أوكي، 1 2 3 4 5، فدال هو رأسا غلط نستبعده. نيجي على هذا الخط الأفقي، فوق يمنى جوه يسرى، فوق يمنى هسه لازم جوه يسرى، انت جوه يسرى، اذا انت الحل الصحيح حرف الجيم صح. ليش؟ لان هذا صاعد فوق فنستبعده، وهذا صاعد فوق نستبعده. سهل لو مو سهل؟ كل السهل. نيجي هسه على السؤال اللي بعده، اما ذولي الاسئله اللي هي من الطف الاسئله، اللي هي تقول لك اني الحل ما تهياتني. شلون؟ عبد الله حطيت له رمز مثلث اكبر من عبد الرحمن، هذا يعطي عبد الله شبيه حجمه اكبر من عبد الرحمن، نيجي ارسمهم، هذا عبد الله وهذا، راني من احل نفس الشيء، ارسم يلا احل.
فعبد الله وعندي هذا عبد الرحمن. إذا وإن عبد الرحمن يكون بين منو؟ يكون بين عبد الرحيم وبين عبد الملك. أوكي، هاي معلومة انطاني اياها، راح استفاد من تفد شوية. يقول لي عبد الرحيم هو أصغر من عبد الله، عبد الرحيم أصغر من عبد الله. إذا أجي شو أرسم؟ أرسم عبد الرحيم أحطه ويا من؟ أحطه ورا عبد الله. إيش ده يقول لي؟ ده يقول لي وإن عبد الرحمن يكون بين عبد الرحيم وعبد الملك اللي هو هياتهم. نيجي نرسم عبد الله أكبر من عبد الرحمن، هذا عبد الله هياته وعبد الرحمن جود حطيته يمه. بس إيش قال لي بالهنان الملاحظة الثالثة؟ قال لي عبد الرحيم أصغر من عبد الله. إحنا شو اتفقنا؟ كنا أكو بين عبد الله وبين عبد الرحيم هو واحد كان ورا الثاني، هاي بالمعطى الأول. بس وراها ايش قال لي؟ قال لي ترى عبد الرحيم هو اصغر من عبد الله، فاجي احطه يصير عبد الرحيم بالمرتبه الثانيه. اذا منو صار عندنا بالمرتبه الثالثه؟ عبد الرحمن. اخذوا لي سكرين اذا تردون. يعني عندي هنا أنا هذا عبد الله، هذا عبد الله هياته اكبر من عبد الرحمن. اجي ارسم عبد الله وهذا عبد الرحمن هياتهم، واحد كانوا بالمعطيات رقم واحد، هاي حسميها بالمعطى رقم واحد. وراها اللي قال لي عبد الرحمن يكون بين عبد الرحيم وعبد الملك، هذول اثنين اسامي جديده فهذول احطهم بعدين افكر فيهم. وقال لي عبد الرحيم اصغر من عبد الله، يعني عند مكان عبد الله هياته بالمرتبه الاولى يعني ان شاء، فاجا ورا منو؟ عبد الرحيم. بالمعطى هنا أنا رقم اثنين ايش قال لي؟ قال لي عبد الرحمن يكون بين عبد الرحيم وعبد الملك، اذا هذا هياته عبد الرحمن صار بين منو؟ صار بين عبد الرحيم وعبد الملك اللي هو هياته. اوكي، فشو من التسلسل الثالث؟ اني من اجي اباوع هنا اعرف انه عبد الرحيم او عبد الرحمن هو التسلسل الثالث. اوكي لو مو اوكي، هاي 5 اسئله اللي حاسسها طبعا كلش كانت الحل مالتها مباشر، على سالفه العدد المفقود شويه كانت بيفت فكره. نيجي على هذا السؤال اللي هو كلش حلو. اوكي أنا حبيبي أسئلة، خلينا نشوف هذا الرقم 6 7 1 1 4 8 3 يساوي إيش قد؟ يساوي 8 4 6 8 4 6، فإن الرقم 7 4 6 1 1 8 3 8 7 4 9 إيش قد يساوي؟ أجي أبوّأ أول شيء بهذا السؤال، شنو اللي يميزه؟ اللي يميزه إنه هو كل أرقام زوجية. أوكي؟ كل شنو؟ كل أرقام زوجية، يعني من بين هذا الشكل هنا أو هذا الرقم اللي عندنا إياه اللي يطلع لي من عنده شنو؟ طلع لي فقط الأرقام الزوجية. زين، هياتها تقول إنه ست رغد، هاي الستة هياتها، السبعة استبعدوها، الواحد استبعدوه، الواحد هم استبعدوه، الأربعة طلعوها حطوها، والثمانية هم حطوها، والثلاثة شالوها. اوكي، يعني انا عندي هذا الشكل اللي هو هي هذا الرقم هياته 6 4 8. بس ترغت شو هاي انت كاتبت لي 648 ليش؟ فاني راح اقول لكم ليش. جينا شلنا الاعداد الفرديه وقلبنا الاعداد، يعني اللي كان باليمنى صار باليسرى، اذا 6 4 8 هياته نفسه من اجيت قلبته، هو كان المفروض شنو؟ 6 4 8. اجينا قلبنا حطينا اليمين يسار واليسار يمين، ماشي؟ فهي تشوف قلبك. هسه اذا نيجي هنا السبعه اشيلها، الاربعه تبقى، السته تبقى، الواحد ينشال، الواحد الاخر ينشال، الثمانيه تبقى، الثلاثه تنشال، الثمانيه تبقى، السبعه تنشال، الاربعه تبقى، التسعه تنشال. فشنو بقى؟ 4 6 8 8. زين، نيجي هسه خلي العدد بعد هنا اكو رقم، ايه اكو رقم اللي هو رقم 4. زين، احنا حتى ندوخكم بالحال حطينا لكم يا رقم جيم نفس هذا الرقم. بس هي شنو فكرة السؤال؟ فكرة السؤال انه ينقلب الرقم، يعني شي يصير، يعني يصير 4 6 8 8 4.
هاي طريقة حل السؤال. أوكي لو مو أوكي باعوا بيها، أريدكم تصفنون شويوني بيها حتى تعرفون الحل. شلت الأعداد الفردية، أوكي سوينا لها الأعداد الفردية، شلناها يعني 7 الواحد الواحد الثلاثة كلهم انشالوا، اللي بقى عندي 6 4 8. سوينا قلبنا القيمة مالتها، يعني صار اليمين يسار واليسار يمين، 4 أو 6 4 8. بهالحالة ايش راح اجي اشيل الاعداد الفردية؟ 7 تنشال، 1 تنشال، 1 هم تنشال، 3 تنشال، 7 تنشال، 9 تنشال. فمن يبقى عندنا؟ يبقى عندنا 4 6 8 8 4. وهو من الطلاب المتسرعين سوا وقالوا راح نختار خيار رقم جيم، انما لا، ليش؟ لان احنا ده نقلب القيمة اليمين يسار، اذا 4 6 8 8 4 اللي هو خيار رقم ب هي الاجابة الصحيحة. واضح؟ زين اخذوا السكرين حتى انه ما نرجع لبعدين. عندنا أشكال مبنية من أعواد خشبية، ما عدد الأعواد اللازمة لعمل 15 مثلث متطابق الأضلاع في الصف الواحد؟ هذا هنا مثلث احتاجت، بنيت مثلث واحد احتاجت 3 أعواد، بنيت عندي مثلثين، هذا مثلث يعني وهذا مثلث، بنينا من 5 أضلاع. أما هنا عندي 3 مثلثات بنيته من 7 أعواد. هاي أما أني دا يقول لي أني أريد شنو أعواد اللازم، أريد أسوي 15 مثلث، يا أما أني أبقى أزيد أقول ويا كل مثلث واحد أحتاج 2 عود إضافية، فيعني هذا هنا 2 5، ال3 7، ال4 9، ال5 احتاج 11، وذلك لحد ما راح نوصل ل15 مثلث. او عندنا طريقة سريعة اللي احنا كنا نعرفها، انه احنا شلون يعني اذا تريدون حتى نسويكم محاضرة الكترونية بهذا الموضوع، شلون نحسب عدد المثلثات بطريقة كلش سريعة. عندنا عدد الاعواد اللي انا احتاجها، ايش راح تساوين؟ عدد المثلثات في 2 زائد 1، يعني شنو؟ أنا دي يقولي أنا محتاجة 15 مثلث، ف15 في 2 30 زائد 1 ويساوي عندنا 31. إذا أنا محتاجة 31 عودة حتى أسوي بها 15 مثلث متطابق الأضلاع. ماشي لو مو ماشي؟ هاي احنا قلنا الفكرة مالتها شن هي؟ انه اني دا اسوي تدريب، هاي اختبارات الذكاء اللي احنا دا نقدم لكم اياها هي عبارة عن تدريب، هي عبارة عن افكار ما مطروقة، افكار جديدة نوعا ما عليكم، بس هسه اذا يجيكم بالامتحان هيجي السؤال انت تعرف شلون تحسب عدد المثلثات، اللي هي في عدد المثلثات في 2 زائد 1. اوكي فهذا انت هنا تقدر تستعمل الطريقة المنطقية العادية اللي هي تكون قلت لك، يعني راح تقدر انت تقول 3 أعواد راح اسوي لي مثلث، بال5 أعواد راح اسوي لي مثلث، راح اسوي لي 3 مثلثات، بال4 راح اسوي 9، بال5 راح اسوي 11، وذلك لحد ما راح توصل انت 15. ماشي؟ يعني بكل مثلث دا يزيد عندنا شنو؟ دا يزيد عندنا ضلعين، او دا يزيد عندنا عودتين ثقاب، سوري. اوكي؟ هذا السؤال اذا تريدون تاخذوه للسكرين هم ما عندي اي مشكلة. اوكي اللي هو هياته. طبعا لحد هسه الاسئله انه كلش لطيفه، وانا احب اسئله الذكاء لان هي من صدق يعني تنمي الذكاء، يعني تخليك عقلك متنشط ويريد افكار بعد جديده. زين، ما الحرف الذي يحل محل علامه الاستفهام؟ 0 ألف 27، 10 زاي 17، 25 علامة استفهام 2.
أريدكم هسه بس تنتبهون على فقرة 0 و27، إيش قد المجموع مالتها؟ 27. العشرة ويا 17 إيش قد؟ 27. الخمسة وعشرين ويا الاثنين إيش قد؟ 27. أوكي؟ هاي هيك بس أريد أعطيكم إياها فد معلومة. هذا السؤال شلون راح ينحل؟ هذا السؤال راح ينحل وفق عندنا ترتيب الأحرف باللغة العربية، إيش قد كل وحدة راح تاخذ لها قيمة. يعني مثلا أنا عندي الألف، إيش قد القيمة مالته؟ القيمة مالته 1. أوكي، فنقول هاي المتسلسلة اللي صارت عندنا هنا، زين هاي 1، زين حرف زاي باللغة العربية وين تسلسله؟ تسلسله رقم 11، ألف با تاء ثاء جيم حاء خاء. هاي راح نوصل إلى رقم 11. أوكي، هاي حتى نتفق عليها. زين، هسا نيجي على هنا، يا حرف بالتسلسل الأحرف الأبجدية إيش قد هنا تسلسل مالته؟ هذا يا رقم حيكون مالته الناتج، هسه هنا إذا زيدناه 1 حيكون الناتج 28. فهنا عندنا حرف، لازم أحط حرف، يا حرف راح أحط حرف الهاء. أوكي، اللي هو تسلسل إيش قد؟ 26. ف26 زائد 2 إيش قد؟ هنا حيكون عندنا المجموع 28. زين، وهنا عندنا الزايد 10، وهنا زائد هاي حيكون عندنا المجموع 28. وعندنا الواحد الويا 27، ايش قد يكون المجموع؟ هنا حيكون عندنا المجموع 28. فهنا لازم شو يكون المجموع مال الاعداد كليتها؟ لازم يكون عندنا 28. هاي حتى اتاكد من هسه هذا ويا هذا ساويته حتى يكون المجموع 27، بس عندنا هذا ويا هذا ساويته حتى يكون المجموع ايش قد عندي؟ 28، اللي هي وفق الاحرف باللغة العربية. هاي المتسلسل، ها تقدرون تاخذون سكرين لهذا، سوري. احنا راح نحاول ننزل لكم ملف الأجوبة إذا الله سهل، أو ملف الأسئلة بالأيام القادمة. راح نكتب لكم هذا مال اختبار رقم 27، وهذا مثل مال الاختبار 20 بالشهر. فأخذوا له السكرين. طبعا هنا الإجابة الصحيحة هو حرف الهاء. ليش؟ لأنه أريدكم ترجعون الحرف الألف تسلسله 1، الحرف زاي تسلسله 11، وعندنا الحرف هنا يا حرف اللي أزيد 2 يكون مجموع مالته 28، اللي هو حرف الهاء، اللي هو يكون تسلسله 26. ماشي، زين. هسه راح نجي على السؤال التاسع، اللي هو من ألطف الأسئلة. ليش؟ لأنه يعني تحسوا عبارة عن خريطة، يعني هيك السؤال متداخل بيه هواية. عندنا 7 شلون ضاع بس هنا علاقة، يعني هنا اكو علاقتين صايرة بالمتسلسل، صارت بلس او زائد 2. 9 صارت 12، يعني شنو؟ زائد 3. ال 12 صارت 16، يعني شنو؟ زائد 4. ال16 صارت 21، يعني شنو؟ زائد 5. تشوفون الأرقام شلون تترتب؟ هذا زائد ايش قد حتى يطلع لي؟ بديهيا انتم من يمكم هسه؟ زائد 2 3 4 5، شنو هنا؟ 6. بلا خلينا نشوف هذول العلاقة بيناتهم. 2 4 6 8 عبارة عن متسلسلتين داخلة بعض. احنا نقدر بعد نحط لكم هنا رقم زين ونقول لكم 28 ايش قد تصير حتى هنا، بس احنا ما حبينا نصعبها عليكم، فبس حطينا لكم 7 9 12 16 21 ايش قد هنا؟ زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6. ماشي،
ها فهنا الحل الصحيح اللي هو شنو هو؟ 21 زائد 6 راح يساوي عندكم 227. اوكي ماشي، لو مو ماشي اريدكم تاخذوا لي السكرين الهاي ويا الحل مالتي حتى بعد تنحفظ عندكم. هذا الانسر مالتنا. اوكي هاي اللي هسه احنا بيها سؤال، سؤال رقم 9. اوكي اخذوا لي السكرين. اوكي يلا اخذتوا لها سكرين لو لا؟ المفروض جت قيمة سي في المعادلة التالية، هاي اللي يكون عليها صعبة اروح هسه ابتدي بيه، ليش؟ لان هي اساسيات رياضيات، اصلا مو ذكاء، هاي اساسيات رياضيات. جت قيمة سي في المعادلة التالية، 4 في 2 ناقص 60 تقسيم 10 زائد 8 يساوي سي. هاي هي المعادلة، ونعطيكم احتمالات زايدة. أصلا من عندنا كل شنو نعطي احتمالات، ليش؟ لأنه احنا عندنا حسب الأولوية، زين حسب شنو الأولوية؟ العمليات الحسابية راح يجي من أول، راح يجي أول واحد القسمة، خلي أجي أقسم، نقول مثلا 4 في 2 ناقص، هنا نشقد المجموع رأسا، 60 تقسيم 10 6 زائد 8، هاي أول خطوة منك إلى الأولوية القسمة يساوي س. هسا هاي فضيت من سالفة منو؟ فضيت من سالفة القسمة، خلصت من عندها. ورا تجي عملية الضرب، إذا 4 في 2 شقد؟ 8. أقول 8 ناقص 6 زائد 8 ويساوي س. يقول لي شنو هسه؟ قال لي عملية الجمع حتكون إلها شنو؟ حتكون إلها وعندنا عملية الجمع وعملية الطرح هي إلها هسه الأولوية، فراح نجي 8 ناقص 2 شقد؟ 2. 2 زائد 8 شقد يساوي؟ سين. إذا سين إيش تساوي؟ سين تساوي لنا 10. أوكي؟ عندنا هي هاي العملية مالتنا. حتى إذا جيتوا هنا نشقدتوا قلتوا 14، 8 ناقص 14 شقد عندنا؟ فهو عندهم هذا التسلسل مال العمليات الحسابية. ماشي، عندنا 4 في 2 ناقص 60 تقسيم 10 زائد 8 يساوي لنا س. أوكي أول شيء لها الأولوية من هي عندنا عملية الهاي، هنا عندنا 8 نقول ناقص 60 وهاي هنا نشقد؟ 6 زائد 8. هنا عندنا عملية الطرح ثم عملية الجمع، عملية الطرح ثم عملية الجمع، فعندنا هنا حتكون 2 زائد، هاي هنا عندنا 2 زائد 8 ويساوي لنا 10. اخذوا لها سكرين اذا تردون. لحد هسه الأسئلة شلونها؟ سهلة ولا صعبة؟ هاي أريد هسه قدام كل طالب شي يجيب لي، أريد يجيب لي مراية أو أريد لي يجيب لي فد شي حتى يعرف إنه أنا شلون دا أحكي، ما هو الشكل المختلف؟ هاي الأشكال كليتها أريدكم تروحون هسه تجيبون مراية، أو هو هذا الرقم أنتو تباعوه بنظرة المراية، فش راح نشوف؟ حنشوف إنه الشكل ألف زين هو عكس الشكل دال. هاي إذا جبنا مراية راح يصير 1 1 1 5. أوكي فهذا الشكل هو عكس هذا. نيجي هسه على الشكل جيم اللي هو هياته 1 1، هنا ايش راح يصير؟ حيصير عندنا 5 1، فجيم والهاء هي إذا الشكل المختلف الوحيد اللي هو عندنا الشكل باء. هاي من تجيبون مراية أو من أنتوا راح تباوعون نظرتكم إلها، من راح تعكسون الرقم راح يبين عندكم الحل الصحيح. أوكي هنا شوفوا، هنا عندكم تنتبهون هذا الواحد من عكسنا 1 1، هاي ينعكس فش راح يبين؟ حيبين عندنا 1 5. أوكي هاي عندنا 1 1، هاي الخمسة شو راح تصير؟
هاي اثنين حتبين كأنه 5-1، إذا الشكل المختلف هو الشكل باء. إذا دارت البكرة رقم 3 كما في الشكل هاي البكرة، هنا فرد عكس اتجاهها، يعني هسه هنا شنو فكم عدد البكرات التي ستدور بعكس اتجاهها إذا دارت البكرة رقم د. هاي اتجهت باتجاه عكس عقرب الساعة، فكم عدد البكرات التي ستدور بعكس اتجاهها؟ يعني اللي راح تدور وين؟ عكس الاتجاه اللي تدور برقم 3. الإجابة الصحيحة هي رقم 5. هاي بس يحتاج له خيال. أوكي، نيجي على السؤال رقم 14، أو ها إذا تريدون تاخذوا له سكرين. آسفة، زين، ما الرقم الذي يجب أن يحل محل علامة استفهام؟ باعوا 1، زين، إيش كتبت أني هنا؟ 1، أوكي، هذا الواحد من إجيت هنا متسلسلة، أوكي؟ 1، 1، نيجي هسه على هذا الرقم، 1، 1، أجي أكتبه هنا، راح أكتبه كأنه كنمبر، هنا راح أكتبه ككتابة، أوكي؟ 1، 1، 1، هنا 1، 1 يعني شنو؟ 1، 1، إيش قد راح صار عندنا؟ صار عندنا 2، 1. الاثنين هياتها وجيت نقشتها كتبت 1، هنا كم 1 اكو؟ اكو 1 2 1 1 1، اجي هنا اكتبه 1 2 1 1، ايش قد راح يساوي عندنا؟ 1 1 1 2 2 1، اجي هسه اكتبها 1 1، هذا الرقم 1 راح ينزل هنا نفسه 2، نزلت هياتها 2 والاثنين، نزلت الاثنين والوان هياتها، إذا صارت شنو عندنا؟ 3 1 2 2 1 1. نيجي هنا 3 1 2 2 1 1، هنا الرقم شلون انكتب؟ شوفوا عندنا 1، كتبت أنا شو أثر على كتبت إنه هو عبارة هذا الرقم عن 1 1، هذا الرقم 11 عبارة عن شنو؟ عبارة عن 2 1. هنا عندنا رقم 21 عبارة عن شنو؟ عبارة عن 1 2، يعني 1 1 1 1 1 1 2 2 1. بتباعون يعني هسه هنا انا هاي خاف انه هذا الواحد من اجيت اجي اريد اقول كأنه دا علم بيبي، أقول له هذا رقم 1 هو عبارة عن بس بواحد 1، بواحد 1، نجي نترجمه الواحد 1، أوكي؟ يعني الواحد 1 هو شنو؟ 1 1 يساوي، هاي معناها هنا أنا إذا أريد أجي أقول للبيبي كم واحد مكتوب؟ مكتوبة عندنا 2 1، نجي هسه على الاثنين 1 أقول له 2 هياتها ال 1، أجي هنا شو أقول له؟ أقول له أكو 1 2 1 1. نجي 1 2 2 1 1 1 1 2 هنا 2 1، اجي هنا انا شو اقول له؟ اقول له اكو 3 1 2 2 1 1، فاذا انا شو صار الاجابه هاي اريد اجي اكتبها، اكتب له 3 1، اكتب 3 1 شان رقم تليفون من اجي اكتبه، اكتب له 6 1 7، فهاي هم بالضبط 3 1 2 2 1 1، عبارة عن أني مليته، مليت الأحرف اللي هي موجودة، هي هاي فكرة السؤال فقط. فأخذوا السكرين هي والحل مالتها. أوكي، تنقل حافلة مدرسية، ذاك السؤال إذا ما فهمتوه قولوا لي حتى أعيد لكم إياه بنهاية المحاضرة، بس هو مجرد أنا مثلا إجيت على شخص قلت له 7، فالسبعة بها كم؟ 7 يعني بها كم رقم؟ فأقول له 1 7، هنا أنا عندي 2 2، فشو أجي أقول له؟ أقول له 2 1، هنا عندنا 2
رقم 2 يعني، وعندنا 1، فأجي أقول له ترى رقم الـ2 انذكر مرة واحدة بس، الرقم 1 انذكر مرة، هنا عندنا 1 2 1 1، فأجي أقول له 1 1 مرة واحدة أنا قلت 1، ومرة واحدة قلت الرقم 2، أنا يعني هنا ذا أحكي، ومرتين قلت الرقم 1. نجي على 1 1 1 3 3 2 2 1، فأجي أقول له 3 مرات أنا قلت الرقم 1، مرتين قلت الرقم 2، ومرة واحدة قلت الرقم 1. وهسه هنا أنا هذا أنا أترجمه، فأقول له 3 1 2 1، ماشي. أقل حافلة مدرسية 60 طالب، كل صباح المدرسة نقلت لي كم طالب؟ نقلت لي بيها 60 طالب. قومي الصبح. في الأسبوعين الأخيرة من الفصل الدراسي بدأ عدد الطلاب يتناقص بمقدار 10 يوميا من عددهم الأصلي، ففي أي يوم سيصل عدد الطلاب إلى 18 طالب؟ ما عندنا حل غير إنه هي طريقة التجريب. أوكي، يا طريقة نستعمل طريقة التجريب. بس بالبداية شو أريد؟ أريد أشوف هاي العشر قد راح تساوي من حجم الطلاب الأصلي 60. هاي ناس 60، سوري هنا ناقص 0. زين أقول له 60 هاي بالمية بالمية، شقد إذا كان أنا عندي شقد إكس بالـ10%؟ هذا الصفر حيروح تلقائيا هذا الصفر زين، حيكون عندنا عدد الطلاب يعني معناها بالـ10%، شقد عددهم؟ حيكون عددهم 6. أوكي، في 6 طلاب اللي هذول 10 42 طالب، أجي أقول 60 ناقص 42 اللي هو عدد الطلاب يساوينا 18 طالب فقط. أوكي، أخذوا إلى سكرين. أول شيء أنا شو أشوف؟ أشوف 10% شو قد مقدارها من عدد الطلاب اللي هو 6. أجي أقول، أجي أجرب هذا الاحتمال ويا هذا ويا هذا، أقول إذا أجرب الأربعة راح يطلع عندنا 18 طالب. اوصل لحد ما ابدي احل لحد ما يصير عندي اشوف باليا يوم اللي راح يصل بيه 18 راكب، اللي هو شنو؟ اللي هي عبارة عن الإجابة رقم د اللي هي عبارة عن 7 أيام. هذا السؤال ينحل عن طريق عملية التجريب. هي إذا زين راح تبين عندكم شلون انتم حتحلوه بطريقة صحيحة، بس أهم شيء لا تنسون احنا دا نقول 42 طالب من مجموع ايش قد هنا؟ من مجموع عندنا 60، فأني لازم أجي أنقص 60 ناقص 42 حتى يساوي. خذوا له سكرين إذا حبيتوا. حتى أوصل إلى 18 طالب. النار باردة والصيف حار، إذا النار مضيئة مجمدة دافئة حارقة. النار دا يقول عليها شنو؟ باردة، والصيف حار، إذا النار مجمدة. قطار يمر من محطتين كل 10 دقائق، كم محطة يمرها خلال ساعة بهذا المعدل؟ أول شيء شو نقول؟ نقول هذا القطار اللي هو رايح جاي راح يعبر محطتين كل 10 دقائق، إذا القطار الواحد حيمر محطة واحدة خلال شقد؟ خلال 5 دقائق، لأن هو محطتين بالـ10، إذا بالمحطة الواحدة شقد؟ 5. شقد راح يمرها خلال ساعة؟ فأقول أنا هنا عندنا الساعة اللي هي عبارة عن 60 تقسيم 5، شقد؟ عندنا 12، إذا هي عبارة عن 12 محطة راح يمر لها خلال الساعة الواحدة. أوكي، ليش هيجي سويت قطار يمر من محطتين كل 10 دقائق؟ كم محطة يمرها خلال ساعة بهذا المعدل؟ قطار يمر بمحطتين، يعني بالمحطة الواحدة شنو؟ عندنا 5 دقائق.
كم محطة يا مرة خلال ساعة؟ الساعة كم دقيقة؟ 60. فأقول 60 تقسيم 5 إيش قد؟ 12. إذا خلال 12 محطة راح يمر خلال ساعة. ما مساحة الأجزاء المظللة بالسنتيمتر المربع في الشكل الأدنى؟ هذا المربع شلون شكله؟ شكله مربع. مساحة المربع إحنا شن هي؟ عندنا طول في العرض، عندنا 3 في 4 إيش قد؟ عندنا 12. بدنا نشوف هذا المربع هو عبارة عن مربع كامل لو مربع انصاصة. نص المربع طاير، عندنا هذا المربع يعني معناها نص مربع جانب، فنقول احنا 12 تقسيم 2 يساوي 6. يذهب خالد لمشاهدة كرة القدم مع الزملاء عوضا عن الجلوس في المنزل. إذا خالد يحب مشاهدة المباراة، يستمتع لعب كرة القدم، يحرص على زيارة زملائه، أو يفضل مخالطة الآخرين. هو ذهب خالد حتى يشوف كرة القدم، أوكي؟ بدل إن هو يقعد بوحده، هو يشمل إن هو رايح ويا أصدقائه يتفرج كرة القدم، وهو يستمتع. لما يستمتع هو ما كان راح، ويحب يروح يزور، ويقدر يروح بأي كافيه يقعد، بس هو اختار إنه يقعد ويا زملائه. فهو الإجابة ده هو يفضل تكون الإجابة أكثر شمولية، شملت كل الحدث اللي هو صار وياه، راح شاف طوبة، راح قعد ويا أصدقائه، وهو كان مستمتع باللعب. فشنو هو بالمخالطة الآخرين قدر يتفرج وقدر هاي، فتكون الإجابة أكثر شمولية. إذا كان الحديد أثقل وزنا من الرمل، حديد أثقل وزن من الرمل، والحصى أثقل من التراب وأخف من الرمل، فإن أخفهم الحديد، الرمل، الحصى، التراب. الإجابة الصحيحة هي التراب. هسه سترنا راح تفتح لكم استمارة التسجيل، أوكي، كلكم تسجلون عليه، ورا ما أتأكد إنه سجلوا الكل حتى أعطيكم هوم وورك اللي هو عبارة عن تشوفوا هذا السؤال اللي هو كان سؤال رقم 10، بس أريد قبلها تسجلون على رابط التسجيل، لأن أنا محتاجة أشوف أساميكم. محتاجة إنه حتى أحطها بقاعدة البيانات حتى تنكتب الأسامي بطريقة صح بالامتحان. أوكي، فهسه راح تفتح لكم سترنا رابط التسجيل مع الحضور، فأريدكم تسجلون كلكم حتى أوديكم على السؤال رقم 10 اللي هو كانت الفكرة مع الضفدع. فهذا هوم وورك تجاوبوني عليه بالصفحة بالفيسبوك، ما بالتعليقات، بالتعليقات وليس المسجات. أوكي، وإن شاء الله إحنا راح هسه نشوف الأسئلة، إذا عندكم أي أسئلة حد، أو إذا تريدون تاخذون هالسكرينات فهو براحتكم. فهسه المفروض سترانا راح تفتح لنا استمارة التسجيل، راح تكتبها بالكومنتات، ويا رب تكون يعني اختبار لطيف كان وأسئلة سهلة، يعني إنه عرفت أوضح لكم إياها بالطريقة المناسبة. كلكم أريدكم تسجلون بالاستمارة، راح تنشرها 6. سؤال رقم 7 دلني هسه راح أعيد لك إياه. أنا سكرينات عادي أتراغم فيكم تاخذون سكرين. أتراغم نعم، نزل رابط This الحضور، session is no نزل رابط. longer being recorded. السؤال 7 هسه راح أعيده. استمارة الحضور نزلت، إلا أشوف إيش قد عدد المسجلين. إحنا عندنا 690، فأريد أشوف 690 شخص مسجل. نريد سكرين ما يخالف سهلة. صار 10، هسه راح اعطيكم اياه هوم وورك، اريدكم تجاوبوني عليه بالتعليقات. ما جاي افتهمه صح. سؤال 17، تم سؤال 18. يلا بسرعة، يلا انتوا سجلوا بسرعة حتى انا اشرح لكم بسرعة. سؤال 14، هسه اشوف سؤال 14. صعبة هو عبارة الأسئلة عن تدريب، وليس يعني أدربكم يمنه، أحسن ما تروحون هناك بالاختبار الرسمي ويصير أكو خطأ، أو مثلا تغلطون بي، أو فكرة جديدة عليكم. أخذوا الأفكار الجديدة من عندنا، أخذوا التدريب بالطريقة الصحيحة من عندنا، وإن شاء الله تروحون هناك بالوزارة أنتم مرتاحين يعني بالاختبار الحقيقي. أوكي،
هسه راح اضل انا يجي اسوي لكم على سؤال سؤال، اذا في حارة تاخذوا له سكرين. اوكي خوش فكرة. وبعدين حتى بخلال وقت التسجيل من اشوف سجلوا 691 شخص حتى انطيكم السؤال لهذا. 6 سكرينات مع الحال هذا اللي حاطته. دي قار ان شاء الله بها اختبار حسن خالد طالب. هاي اللي ما شاف السؤال الأول. أكو أحد ما افتهم هذني الأسئلة؟ صارت واضحة ولا لا؟ أنا حاولنا نبسطها بأبسط طريقة ممكنة كشرح، بس أنا وإحنا دا نريد نجيب لكم أسئلة بها أفكار لطيفة، بها أفكار جديدة مو تقليدية، من كل شغلة أخذتوا فد فكرة معينة. أوكي فأبد لا تخافون، أبد لا ترتبكون، إن شاء الله اليوم إيه أكو اختبار، إن شاء الله الساعة 9 ننتظركم. سؤال 14، 14 اتفقتوا أغلبيتكم. السكرينات عندكم هذا السكرين الأول أخذتوا له صورة، السؤال الأول، هذا السؤال الثاني هم أريدكم تاخذوا له صورة اللي هو هياته، هاي راح أظل الآن يمشي وياكم خطوة خطوة. 6 سؤال مال دانيا، بس أول سؤال ما حكيت عليها حبيبي، هسه داخليش تطقي له صورة يعني للسؤال، وأفكاركم سهلة هذا بالتجريب. أسئلة المحافظات روز تنزل بكل يوم سبت، كل يوم سبت بملف كامل هو وتفسير الحال مالته. اللي افتهم أو أوكي بس بقى ياخذ الهوم وورك مالته، وهذا ما قطار الدلالي بس ما يطلع اسم، وش قد ياخذ الوقت التصحيح، التصحيح بنفس اليوم احنا بنصحح وتنزل درجات، وراسلونا على البوت، واذا في حال ما راسلتونا على البوت يعني اذا طلع عندكم عذرا اسم غير موجود، بس اللي يا ريت تنتبهوا لي على سالفه صباح الخير مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام كلها ما تتذكر، فقط الاسم الثلاثي. اوكي هسه الاسئله صارت سهله، اريد اولياء الامور اريد اسمع رايهم. اوكي انه هسه شنو رايكم ورا ما شرحنا الاسئله، شنو رايكم بالاسئله؟ اوكي سهله. اوكي ليش ما جبتوا درجات؟ زين.